القطاع الخاص شنو البريفي اش غيوقع لهم اش غيديروا لهم؟ القطاع الخاص غادي يكون هناك يعني رفع من السميك من الحد الادنى للاجور اللي هو اليوم ديال شحال؟ اللي هو اليوم 2828.72 بروت عاد كنحيدوا منه الضريبه عاد عاد ماشي الضريبه كنحيدوا منه لا سي ان اس شحال كيبقى لنا دابا هنا فاش غنحيدوا لا سي ان اس غتبقى لي 2600 وشي حاجه اللي خصو يدي لجيبو اللي هذا لونات صافي اللي من بعد فاش كنحيدوا لا سي ان اس الى اخره يعني كتبقى لي واحد 2600 درهم وشي حاجه دابا غادي هاد الصالير بلاتي خليك معايا هاد الصالير دابا اللي كنهضروا على واحد دابا كيشد 56000 ريال بروت يعني فيها سي ان اس يعني كيدي 52000 ريال لجيبو كيقول لك اسيدي انا كنخلص الضريبه على الاجر تيخلص هو شي ضريبه ولا لا؟ ما كاينش الضريبه على الاجر انطلاقا من 2000 من السميك بعدا حيتاش الضريبه على الاجر كاين واحد البريد الا ما وصلناش ليه ما كنخلصوش الضريبه على الدخل كتسمى الضريبه على الدخل وليا ما يبقاش دابا شي واحد يقول لك انا كنشد 56 كنخلص الضريبه ما كاينش الضريبه على الدخل في 56000 ريال ولا في فلوس قل من 60000 ريال كان ماشي اقل من 70000 ريال ما كاينش سميتو ما كاينش الضريبه على الدخل لان البريد انطلاقا يعني من يعني تقريبا واحد 3500 درهم وشي حاجه عاد باش ممكن انه يجيني واحد المبلغ باش انه نخلص الضريبه على الدخل هاد الرفع من الاجور غادي يكون تفضلتي تكلمتي على سنتين هو اللي جينا نشوفه ماشي سنتين يعني غير عام لانه كنهضروا على سبتمبر 2022 غادي تبدا الزياده الاولى ديال 5% ايوا وسبتمبر ديال العام الجاي يعني 12 شهر العام الجاي شنو سميتو 2023 هي ما بين 22 و23 هي شحال ما كان سنه سنة ماشي سنتين هاد 500 هي امبوزابل يخلص عليها حتى هي غتخلص عليها لا سينيسيس ماشي الضريبه عندها واخا وقتاش غيكمل 10% 10% غيكملها في 2023 في سبتمبر يعني السيد من هنا عام ونص غادي تولي عنده اللي في القطاع الخاص 3000 درهم تقريبا ماشي 3000 تقريبا 3000 وشي حاجه ماشي 3000 يعني غتزاد 10% 3110 درهم تقريبا الا هضرنا على التعويضات العائليه ايضا فتنتكلموا على يعني الزياده في التعويضات ديال الوليه الدراه كان واحد المستمع الكريم اللي شار ليها كان انطلاقا من الولد الرابع كانوا كيتخلصوا الناس ب 36 درهم دابا وصلت 100 درهم يعني كانت كانت 200 درهم الاولين لا 300 درهم الاولين الثاني والثالث وكانت 36 درهم كنظن ديال هذا الرابع والخامس والسادس دابا غادي ننتقلوا ل 100 هذه ماشي ضروره هذه ديال ديما لا ديال ديما على حسب الخلاص ديال الوليدات الخلاص ديال الوليدات هذا هو يعني شكون اللي يستفيد منهم اكثر هما الناس اللي عندهم يعني اللي يلاه غيدخلوا للتغطيه الصحيه الى اخره غادي تكون واحد ولو انه زعما انا عندي راي الا شفنا 100 درهم مثلا الولد غدير بها زعما باش نكونوا صراحاء مع نفوسنا 100 درهم الوليد انطلاقا من الولد الرابع ولا الخامس ولا السادس بلا ما نهضر يعني تيولد 20 دابا غيولي من الرابع يتخلص 100 درهم لا الرابع والخامس والسادس ومن السادس الفوق ما يتخلصش لا من السادس الفوق ما كنهضروش على خلاص كنهضروا غير الرابع والخامس والسادس والاول والثاني والثالث عليهم 300 درهم من طبيعه الحال كنا شحال هذه كنعرفوا انه باش تاخذ التقاعد ديالك خصك واحد السن محدد وخصك واحد العدد ديال النقاط وبزاف ديال الناس ضاعوا صحيح وهنا هنا السي رضوان يمكن لي انني ناكد لك بانه في هذا يعني في هذا ميثاق الحوار الاجتماعي جاء على اساس انه حتى يعني الاجراء بشكل عام في القطاع الخاص والقطاع العام كان عندنا بانه ما يمكنش لك انك تستافد الا اذا كنتي عندك 3240 يوم ديال العمل في المسيره اللي كنتي خدام فيها يعني 3240 ولا اكثر من 3240 هنا خصنا غير ناكدوا واحد القضيه بانه راه غير في خلال هاد السنتين الاخيرتين كنظن بانه اكثر من 100000 يعني اجير اللي خرج يعني اللي عندهم الاشكاليه ديال ما واصلينش العدد النقط ديال 3240 وبالتالي ما استفدوش من التقاعد فانا كنشوف بانه هذا الاجراء اجراء مهم ومهم جدا لان الاجراء ديالاش الاجراء ديال اننا كل واحد غادي يتخلص على حساب عدد الايام اللي خدم مزيان ولكن خصو يكون عندك 1000 دابا كنهضروا على 1320 يوم من عوض 3240 يوم سمعنا سيدي بان قال لك غينقصوا واقيلا الضريبه على ليير لامبو سور لو ريفوني ماشي غينقصوا الضريبه على ليير ومزيان الا نقصنا الضريبه ماشي غير نقصوا الضريبه على اللي آه. يعني كاين باش اننا نحسبوا هذيك الضريبه على الدخل كاين واحد البريد انت وفاش جيتي لان دابا كتشوف وتنقرا وتنسمعوا كل شيء تيقول لك ودي راه الضريبه على الدخل 38%
ماكسيموم هذا سي لو الله يجازيك بخير. هذا يعني 38% هو داك يعني اللي كيشد 6000 درهم نقولوا لا ماشي 6000 درهم اللي كيشد واحد المبلغ كبير اللي كيشد اكثر من 180 الف درهم في العام سنويا. 180 الف درهم هي في وات شحال تقريبا؟ 180 الف درهم سنويا غادي تجيك تقريبا المهم قسمها على لا ماشي 18000 دي غير بعد تجيك واحد 16000 درهم الى اخره في لو في لو سالير نت امبوزابل. نت ولا البروت؟ لا في لو نت امبوزابل. فاش كتحسب السي رضوان انا نعطيك باش يعني المستمعين الكرام يعرفوا علاش كنهضروا. فاش تنكونوا عندنا واحد البولتان دو بي ديك ورقه الاداب كنهضروا على صحاب البريفي دابا نهضروا على صحاب البريفي نهضروا على صحاب البيبليك الدوله تيكون عندي لو بروت ياك وتنقص منه ديك الانخراطات ديالي في لاس ان اس اس. ايوا حنا تنتكلم على بولتان دو بي ما فيهاش ديزافونتاج ولا شي حاجه ياك اللي داخلي كنقص من هذيك الانخراط ديالي في لاس ان اس اس وهذاك المبلغ اللي كيبقى هو اللي كيتسمى له سالير نت امبوزابل هو يعني الاجر اللي كنخلص عليه الضريبه اللي كنخلص عليه الضريبه على الدخل يعني كنحيد سي ان اس اس كنحيد لاس ان اس اس علاش لانه كينقص ليا لو مونط كينقص ليا لو مونط واخا حنا سيبوزون واحد السيد اليوم كيشد 5000 درهم نت امبوزابل اييه شحال غنخلص ديال الضريبه والضريبه غادي خصنا نشوفوا لو بروت ديالو شحال ونقصوا منا لاس ان اس اس ديالو باش انه غادي تبقى لي 5000 درهم غير باش نعطيك نحطك في الصوره الا ما كانوش ديزافونتاج ولا شي حاجه لان كاين اللي كيديروا هذا اشكاليه عاوتاني حيت كاينه في البريفي ماشي غنقول لك اشكاليه ولكن غنقول لك كاين اللي كيدير دي بريم اللي ما كاينينش غير كيديروهم وهنا كاينه اشكاليه علاش كتلقى الصالير مع مرة بري عرفتي علاش دابا هنا ما كنضرش واش سمعت شي واحد تكلم في هذا المشكل هذا دابا انت السي رضوان عندك 5000 درهم في لونات ياك تمشي كنلقاوكم ديكلاري بلو سميك وعندك دي بري كيطلعوا لك حتى 5000 درهم ولكن فاش كتمشي مثلا تاخذ واحد القرض معين راه البنكه باش تعطيك القرض ما غتشوفش لك لي بري ما تقول لك لي بري غنبدا يتحيدوا دونك غنشوف لك لو سالير بريت ديالك حتى فاش كنهضروا مثلا على واحد غيبغي يشد هذاك لو سول دو كونت ديالو راه ما كيتحسبش على يعني خصنا نشوفوا لو بروت لو هود بلتان دو بي كيتسمى خصنا نشوفوا لو هود بلتان دو بي شنو فيه باش انني نعرف واش انه عنده واحد الاجر كبير ولا ماشي عنده ولا ماشي مسكين اليوم كيتخلص غير بريمات تلقى عنده سالير طالع وراه بريمات هذاك الشيء علاش تنقول لك انا السي رضوان هو البريمات باش نكونوا واضحين ديك البريمات لان الا عطاك واحد مثلا راه يعني مأطرين بقانون معين مثلا كنلقاو مثلا بريم دو ترونسبور كتلقى حتى البريم ديال لا بلوز لا تونيفيسيون ديال ريبريزونطاسيون الى اخره هذا من طبيعه الحال مؤطر يعني كاين عنده الاطار القانوني غير هو كيف ما قلت لك انا باش نرجعوا للاطار علاش كنتكلموا لو سالير نيت امبوزابل هو اللي كندخلوا لهذاك الباريم ونشوفوا شحال غيجي واش 28% يعني ما كاينش دابا واش بالعربيه تتعرف واش كاين شي نقصان في الضريبه بالعربيه هو انه كاين في هذا الاتفاق يعني تم الاتفاق على اساس انه غادي تكون المراجعه ديال هاد لو باريم هذا على حساب المخرجات ديال هذاك الاجتماع اللي كان ديال كاين شي نقصان في الضريبه ولا لا كاين نقصان في الضريبه على حساب الميثاق.